موسى ابيض هفرمونا. احب اعرفك يا مناع دلوقتي ان التهديد اللي انت بتحدده انت مش قده. يبقى ما تعرفش مين هو مناع حسان. الجبل كله متحاوط برجالتي وبإشارة واحدة من يدي الرصاص حينزل فوق راسكم زي المطرة. مصدقك، بس نرجع بقى للمهم. السعر اللي انت طالبه ما ينفعنيش لانه واقف عليا بالخسارة. خسارة ايه يا والد الخواجات؟ انت فاكرني مش عارف ببيع الطن بكام لمعلمين مصر؟ اوعى تفتكر انك هتلغيني ولا هتلعب من ورايا. لا، انا اللي ممكن الغيك لان انا اللي معلمك، وهعلم واحد تاني اجدع منك وبيسمع الكلام، مش كده يا دياب؟ تحت امرك يا خواجه، ومن دلوقك اعتبرني الراجل بتاعكم في نجع الجبل. سلمني المخدرات وانا سلمك الفلوس، وانت وزعها بقى براحتك، ان شاء الله تاخدها كلها لنفسك. يلا مناع، خد اهلك وناسك وعاود على نجع الجبل، وفلوسكم هتوصل لابوك كبيركم سي حسان. طب وكبيركم بنداري راضي عن اللي بيحصل ده؟ استنى بس يا عمي نتفاهم الاول. اسكت انت ولد اخوي. خلاص كفايه، بلاش تشمتوا فينا الاغراب. لما نعاود عن نجع نبغى نتحاسب، وعيلتك كلها هتدفع ثمن الخيانه يا دياب. يلا يا عمي امر رجالتك يعاودوا عن نجع. جهزوا نفسكم يا رجال نعاود عن نجع. معلش يا صاحبي ما تزعلش من عمي. وفر كلامك يا صاحبي واسمعني زين، الخواجه ده كذاب، ولما يدي لك الفلوس وبقى عدها بنفسك. سلام يا بندرية. يلا يا رجالة، يلا يا رجالة. برافو عليك يا دياب، طلعت راجل، بس كان لازم تقتله. لا يا خواجة ما اقدرش، دي وعرة قوي، ده البلد تتقلب مجزرة. حط الشوال هنا عرعر، اوعى سعدور. ده شوال عينة يا خواجة، لاجل ما تعاين البضاعة وتفحصها بنفسك. شم وتسلطن احلى حشيشة. ما انا عارفها، ما انا اللي علمت حسان ومناع يعملوها بالشكل ده، وهعلمكم انتوا الاثنين، انتوا بقيتوا رجالتي. لا انا عارف كل حاجة، مش محتاج علم منك. ما تخربطش في الكلام مع الراجل اللي عاوز يكبرنا. تعجبني يا دياب، عايزك تقول للرجاله بقى يحملوا البضاعه في العربيه. عرعر حط الشوال ده في عربيه الخواجه، وانت يا سعدون قول للرجاله يجيبوا البضاعه من هناك. يلا. لا فيش حاجه هتتنقل غير لما استلم الفلوس واعدها بنفسي. كون في علمك يا خواجه، كل الرجاله اللي تشوفهم دول في طوع انا مش في طوع عمي. بسيطه يا جاكوب، هات له شوال يعد فيه الفلوس. يلا يا رجالة البندرية، اركنوا سلاحكم وفي ظرف 10 دقايق اتحملوا العربيات بالبضاعة. يلا نروح نحمل الفلوس. لما يا رجالة معلش يا خواجة تزعلش من همام والد اخوي، لساه صغير برضك. يلا يا رجاله همّوا. المجموعه دي تطلع من يمين الجبل هناك، المجموعه دي مع عم ناجي. أيوة هتطلعوا من فوق وتلاقوني عند فتحه الجبل من الناحيه الثانيه. أيوة مجموعه الجمال هتتبعوا فوق. يلا يا رجاله والباقي اجوا ورايا. يلا عاد هم شويه هم. يلا تلحلح يا بو، اربط شال زين. ايه ده يا دياب؟ سلامة الشوف يا خواجة. سلامة مناخيرك يا اخويا، دي حنة معجونة. انتوا عندكم عروسة ولا ايه؟ حنة؟
حنتين او عدلت دحنا صح يا رجاله اكشوا على باب الباب ارمي سلاحك اوعد ارمي سلاحك ارمي سلاحك اوعى حد يقرب بسلاح وانت نادي على ابن اخوك يجيب الفلوس تاني اصبر يا خواجه انا محروق اكتر منك وانت حسان اضحك علينا ادينا سلاح واحنا نحصلهم ونخلصوا عليهم ولا ابن اخوك يرجع تاني الى طائر نافوخك طيب طيب هات الفلوس يا همام هات الفلوس مالك خواجه زلالك ايه خد فلوسكم ايه ما عايزينهاش ارمي سلاحك واعمل زيهم الا شويه جرابيع زيكم عايزين يضحكوا عليا ارمي سلاحك بقولك ارمي سلاحك يا همام لا يقتلني يكون في عينك يا خواجه احنا عيله كبيره وممكن نجيبك لو كنت في كل التعبان جاكم علمه الادب الجدع ده يعلمني الادب كيف وسع عملنا ولا نقتل خلاص يا همام خلاص عايزين مننا يا خواجه ما فلوسكم خدتوها انتوا كلكم اغبياء وانت خيبت ظني فيك يا دياب ده طمع مناع ارحم من الغباء بتاعتكم وعشان كده لازم تموتوا كلكم واول واحد جاكوب جاكوب اوه جاكوب الف خساره جاكوب كده تخدعني يا مناع هتدفع ثمن غالي يا مناع يلا رجاله شوفوا مين اللي وقع مننا ومين اللي اتصاب وشوفوا همكم دياب يا دياب الحقني يا ناجي يا دياب الحقني يا ناجي دياب الحقني يا اخوي دياب سلامتك أموت. سلامتك يا دياب أموت يا ناجي سلامتك أخوي اطمن انت بخير الطلقة بسيطة جت في كتفك أمام أمام ولد أخوي يا ناجي اتقتل ولا لسه حي لا اطمن أمام بخير راح مع مناع ولد أخوي ورا الخواجة بيطردوه وبإذن واحد أحد مش هيعاودوا إلا لما يكونوا جابوا أجل اه
اسرع بقى شوية، خلينا نوصل أصفار. مش هسيبك ترجع النادي يا عملناه أبدا. إيه سرع سرع مات. ادعوا على رجالة ربنا يسلم وينصر رجالتنا. قولوا يا رب يا رب، قولوا يا رب يا رب.